محمد بن راشد يترأس الاجتماع الأول لفريق عمل وكالة الإمارات للفضاء ومسبار المريخ الإماراتية. جميل القاسمي تثمن مبادرة حاكم الشارقة بكفالة جميع منتسبي مؤسسة التمكين الاجتماعي من الأبناء الأيتام. جمعية الشارقة الخيرية تقدم 5 ملايين درهم من زكاة المال لمستحقيها من إمارة الشارقة والمدن التابعة لها. من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام نحييكم ونقدم لكم أخبار الدار، بدأناها بأبرز العناوين وأهمها، فإلى النشرة بالتفصيل. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الاجتماع الأول لفريق عمل وكالة الإمارات للفضاء ومسبار المريخ الإماراتي، حيث استعرض سموه خطة العمل خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتأسيس وكالة الإمارات للفضاء من جميع النواحي التنظيمية والتشريعية والإدارية، بالإضافة لاستعراض الإطار الاستراتيجي لمشروع مسبار المريخ الإماراتي وأهم محطات العمل خلال السنوات القادمة وصولا للعام 2021، لحظة وصول المسبار لكوكب المريخ. وأكد سموه خلال الاجتماع الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ضرورة توفير الدعم الكامل لفريق العمل في تحقيق المهمة التي أنشئ من أجلها، مؤكدا سموه أن الأولوية خلال الفترة المقبلة بالنسبة لوكالة الفضاء الإماراتية لابد أن تتركز في بناء المزيد من الكوادر الإماراتية المتخصصة في علوم تكنولوجيا الفضاء ووضع الإطار التشريعي والقانوني لتنظيم القطاع الجديد والعمل على ترسيخه ضمن اقتصادنا الوطني وبناء شراكات استراتيجية واضحة لنقل المعرفة والتكنولوجيا. إلى إمارتنا الباسمة، حيث ثمنت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ورئيسة مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ثمنت مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة التي أعلن عنها خلال استقباله لأيتام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي بكفالة جميع منتسبي المؤسسة من الأبناء الأيتام والتكفل بالتعليم والتأمين الصحي وتوفير المسكن والوظيفة وتكاليف الزواج لكل فرد منهم وصرف 2000 درهم كمخصص شهري لكل ابن. وقالت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي إن المبادرة أثلجت صدورنا وأشاعت السعادة في نفوس أسر الأيتام، وهي لفتة كريمة من صاحب السمو صاحب الأيادي البيضاء الذي لا يألو جهدا في خدمة الجميع جميع شرائح المجتمع والأيتام خاصة، ولا يترك شريحة إنسانية إلا وتحظى من جهوده بنصيب وبرعايته وعنايته، وهي تعكس الاهتمام الذي يحظى به اليتيم في دولة الإمارات. وأضافت أنه منذ تأسيس المؤسسة عام 2002 وحتى يومنا هذا لم تتوقف عن أداء رسالتها الإنسانية تجاه شريحة الأيتام، فأخذت على عاتقها التكفل بهم ورعاية جميع جوانب حياتهم، ولم يقتصر دورها على تقديم الدعم الاقتصادي فحسب، بل اتسعى ليشمل الجوانب الاجتماعية والنفسية والتربوية والأكاديمية والمهنية والصحية والبيئية. جهزت هيئة الهلال الأحمر المستشفى الميداني المتنقل في قطاع غزة، وأصبح يستقبل الجرحى الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة التي يشهدها القطاع. وقال سعادة الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر إن إنشاء هذا المستشفى جاء تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر لتقديم العلاج للأخوة الفلسطينيين الذين يسقطون جرحى في الأحداث التي تشهدها بلادهم.
بدأت جمعية الشارقة الخيرية بمقرها الرئيس والفروع تقديم 5 ملايين درهم من زكاة المال لمستحقيها البالغ عددهم 3932 أسرة من مدينة الشارقة والمدن التابعة لها. وقالت الجمعية إن توزيع زكاة المال يأتي ضمن المشاريع الرمضانية التي تنفذ على مدار الشهر في المقر الرئيس والفروع التابعة لها، وذلك لمد يد العون للفئات الضعيفة وإدخال السرور على الأسر الفقيرة والمتعففة. من جانبهم أعرب أهالي الأسر المستفيدة عن شكرهم للدور الذي تقوم به جمعية الشارقة الخيرية من حيث الرعاية ومتابعة الأسر المحتاجة والعمل على توفير حياة كريمة للجميع، وأشادوا بأهل الخير والمحسنين وذلك لمنحهم زكاة أموالهم حيث يسود المجتمع مبدأ التكافل الاجتماعي. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا سعادة عبد الله سلطان بن خادم رئيس اللجنة العليا لحملة رمضان المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية. أهلا بك سعادة عبد الله. يا هلا وسهلا، جزاكم الله. يعني بداية، هناك الكثير من الأسر المستحقة لزكاة المال تريد معرفة كيفية الطريقة للحصول على هذه المساعدات من قبلكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد. الحمد مبارك على الأمة الإسلامية ولشعب الإمارات من مقيمين ومواطنين في هذه المناسبة إن شاء الله، والله يجعلنا إن شاء الله من عتقائه من النار في هذه الأيام الطيبة العشر الأواخر من رمضان. حقيقة نحن في جمعية الشارقة يتم حصر الحالات كلها سابقا ودراستها وزيارتها الميدانية ومعرفتها بحاجاتهم على أكمل وجه، ودائما نحن زكواتنا ما تكون داخل الدولة أغلبيها إلا الموصين عليها في الخارج. كيف يتم التواصل معكم للحصول على هذه الأموال؟ حقيقة نحن محسنين جمعية الشارقة الحمد لله على مستوى دولة الإمارات، ويتم سنويا هم يجيبون زكواتهم لمعرفتهم وثقتهم الجيدة في الجمعية، والجمعية الحمد لله تبرز هذه الحالات وتشرحها للمحسنين أنهم هايلة في أمس الحاجة وأنهم محتاجين لزكاة مالهم لتوزيعها. والحقيقة الموجود المحتاجين أكثر من الموجود، نحن نطالب أخواننا المحسنين بالنيون للجمعية ويشوفون الحالات اللي مستحقة على درايتهم ويقدمون زكواتهم لها بفضل رب العالمين توصلهم توصل مستحقيها بعد الدراسة الدقيقة والمتأنية لكل حالة على حدة. نعم نعم. كلمة أخيرة تود أن توجهها للأخوة المحسنين الذين تتوجب عليهم الزكاة. أقول لإخواننا المحسنين جزاكم الله خير، ونقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، إن نحن نكون دقيقين في إيصال زكاتكم هاي اللي محتاجينها، وإن فريق العمل الحمد لله اليوم المكون من أغلبهم من إخواننا المواطنين يقومون بدراسة الحالات بتأني ودقة، ونقول إن زكواتكم بفضل رب العالمين ستصل لمستحقيها في دولة الإمارات على مستوى الإمارات كلها إن شاء الله، وإن نطالب من محسنيننا إن يزيدون من دعمهم عشان نحن نقدر نلبي احتياجات شريحة كبيرة من إخواننا المحتاجين في الأرض هذه الطيبة. نعم بإذن الله. سعادة عبد الله سلطان بن خادم رئيس اللجنة العليا لحملة رمضان المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، شكرا جزيلا لك. أخبار الدار ما تزال متواصلة، ابقوا معنا حيث تتابعونا بعد الفاصل. من خلال مبادرة تميز أبنائك فخر لنا، مديرية المناطق الخارجية في المنطقة الشرقية تقيم حفلا سنويا لتكريم أبناء الموظفين المتميزين. عودة جديدة نواصل فيها تقديم ما تبقى من أخبارنا، فمرحبا بكم. تقديرا لجهودهم التي يقدمونها خدمة للعمل، نظمت مديرية المناطق الخارجية في المنطقة الشرقية الحفل السنوي الثاني لتكريم أبناء الموظفين المتميزين، وذلك من خلال مبادرة تميز أبنائك فخر لنا. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
تحت رعاية وحضور اللواء أحمد محمد الهدادي قائد عام شرطة الشارقة، نظمت مديرية شرطة المناطق الخارجية في المنطقة الشرقية الحفلة السنوية الثانية لتكريم أبناء الموظفين المتفوقين دراسيا للعام الدراسي 2013 و2014، وذلك ضمن مبادرة تميز أبنائك فخر لنا. وهذه طبعا احدى الواجبات اللي نسعى من خلالها الى سواء دعم القوى البشريه او تحفيزهم او في نفس الوقت تحفيزهم في العمل او تحفيزهم في استثمار المعارف. تعرفين ان العلم والمعرفه مثل ما قلنا انه اسرع وانجح الطرق لرقي الامم، ونتمنى ان شاء الله ان نستثمر هذه الامور في كل ما يحقق خير لوطننا. وزارة الداخلية وفي القيادة العامة شرطة الشارقة نسعى للتواصل ما بين منتسبي القوة وأسرهم، لأن حقيقة الأمر هم نواة اللي نعتمد عليهم كعنصر بشري في تحقيق الأهداف التي تسعى لها وزارة الداخلية. وبحكم أن الأبناء هذولا بإذن الله سيكون نواة طيبة للمستقبل لخدمة هذا الوطن. الحفل اشتمل على فقرات عديدة تنوعت بين كلمة ألقاها الرائد علي الحمودي صاحب فكرة المبادرة، أكد فيها دعم القيادة العامة لشرطة الشارقة لكل المبادرات التي من شأنها تطوير الأداء والاستفادة من الموارد البشرية وتعزيز التميز في الخدمات. تلاها عرض لفيلم وثائقي أبرز أهمية هذه المبادرة وآراء أبناء الموظفين فيها، والتي رفعت من مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفين. تعتبر هذه المبادرة فرصة تمنح الموظفين المزيد من الحافز لمواصلة التميز خدمة للوطن، وكذلك تدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها وزارة الداخلية. تم يعني وضع من ضمن استراتيجيتنا وخططنا أن يتم تنفيذها كل سنة. حقيقة يعني أهداف وزارة الداخلية ومن ضمن استراتيجية الاهتمام بالعنصر البشري كعنصر أساسي في عملية التطوير والإبداع، ولذلك تأتي مجموعة من المبادرات من ضمنها تكريم أبناء العاملين. في ختام الحفل قام راعي الحفل قائد عام شرطة الشارقة بتكريم الطلبة المتفوقين مع أولياء أمورهم، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح في المستقبل. يأتي هذا الحفل تقديرا للأبناء المتميزين وتقديرا لدور آبائهم الذين يسهرون على خدمة الوطن بعيدا عنهم. لأخبار الدار هناء الظهوري، مدينة خرفكان. يتواصل في إمارة الشارقة مهرجان رمضان والصيف للتسوق، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بكافة مدن الإمارة حتى 30 من شهر أغسطس القادم. وفي مركز ميجا مول الشارقة استكملت اللجنة المنظمة للمهرجان عقد سحوبات الجوائز الأسبوعية لها، والتي تنوعت ما بين السحوبات على مركبة خفيفة وجوائز مالية وعينية مختلفة، كلها جاءت لتحفيز المشاركين في المهرجان. من جهته قال الأستاذ جمال البوزنجال مدير الاتصال المؤسسي في غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن تلك السحوبات تأتي ضمن ما تشهده فعاليات رمضان والصيف للتسوق من استقطاب الجمهور من إمارة الشارقة وباقي إمارات الدولة، والتي أثمرت عن نمو في حركة المتسوقين من خلال ما تبين لديهم خلال السحوبات. كما تأتي السحوبات الأسبوعية تلك لدعم وتشجيع قطاع تجارة التجزئة في إمارة الشارقة. هذا واشتمل السحب على فعاليات ترفيهية وفنية مختلفة لاقت استحسان وقبول المتسوقين. ونصل بكم متابعين الأفاضل إلى المساحة الخاصة بالفعاليات الرمضانية. تشهد محال الحلويات والشوكولاتة في نهاية شهر رمضان الفضيل إقبالا كبيرا على مختلف أنواع الحلوى والمكسرات، مما يسهم في رفع أسعارها رغم تعدد المحلات وانتشارها في الإمارة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تجذب أشكال الحلويات وأنواعها المغلفة بالشرائط الجميلة وبألوانها الزاهية الزبائن والمستهلكين من محبيها. ففي شهر رمضان والأعياد والمناسبات السعيدة
يقبل المواطنون والمقيمون على شراء تلك الأنواع المحلية الصنع أو حتى المستوردة، كما يحتار المشتري في اختيار أي منها، حيث توجد أنواع وأشكال ونكهات متعددة يتنافس على صنعها الباعة طمعاً في جذب الزبائن. بالنسبة للابتكارات الجديدة اللي عنا عاملين شوكولا البودرة، هي أجدد طريقة طبعاً بالنسبة لسوق الإمارات للحلويات. شوكولا البودرة عبارة عن 8 نكهات مختلفة، طبعاً هي فكرة أوروبية بس احنا طورناها بنكهات تراديشنال، يعني بالنسبة للناتس مثلاً مغطس بالشوكولا والبودرة تبع الشوكولا. والشيء الجديد والمميز جداً جداً عنا هو الحلوى العمانية، كمان عبارة عن شوكولا حشوتها حلوى عمانية وآخر شيء عليها البودرة تبع الشوكولا. طبعاً كمان النكهة الثانية المميزة جداً هي الرهش، كمان الرهش مطلوب جداً هون بالإمارات لدى المواطنين. تتباهى محلات الحلويات في ابتكار وتوفير أنواع جديدة، فمنها الأنواع الغربية مثل السويسرية والبلجيكية والمحشوة بالمكسرات والكراميل التي تتميز بمذاق رائع ومميز، ولا ننسى الأنواع العربية مثل الحلوى العمانية والتي تعتبر في مقدمة الضيافة العربية، فهي تتميز بمذاقها الرائع وبنكهاتها المعروفة بالهيل والزعفران والمكسرات التي يحرص الإماراتيون على تقديمها مع القهوة العربية. الأسعار والله تعرفين أنت في رمضان يكون مثلا أسعار فوق لأن الناس ترغب فيه أكثر، مثلا شغال مثلا حلويات وهذا. في نص رمضان تبدأ الناس تسوق تشوف شو الأغراض المقلع عليها إقبال أكثر في المشتريات والحلويات. طبعا بالنسبة لنا احنا كمحمصة بيجونا في آخر العشر أو آخر من رمضان، طبعا عشان تعرفين هي حلوات والمناسبات وكذا، يعني اللي يجي ياخذ مكسرات بيجي ياخذ حلويات بيضفرات شوكولا والأشياء يعني بتكون في شهر رمضان الكريم. وعند اقتراب عيد الفطر السعيد تتجه الأنظار لمحل الحلويات بسبب توقعاتهم باستقبال الكثير من الأقارب والأصدقاء في هذه المناسبات، حيث يصبح البحث عن الجودة في النوع والصنع عاملا مهما لاختيار الأنواع المختلفة من تلك الحلوى. بمشاركة 38 فنانا من مختلف المدارس والتوجهات الفنية والأعمار، أقامت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية بمقرها في منطقة الفنون بقلب الشارقة ورشة الفنانين الرمضانية في فعالية مبهجة. وقد قدم الفنانون المشاركون سلسلة من التجارب الفنية من خلال إنتاج مجموعة من الأعمال الفنية واللوحات التشكيلية بمختلف المواد والخامات، كما وتميزت ورشة هذا العام بوجود تجارب متميزة في النحت والكولاج. وقال ناصر عبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفنون التشكيلية إن الورشة تعد واحدة من أبرز القنوات السنوية للتواصل بين الفنانين وتشاركهم في إنتاج الأعمال الفنية. معلم حضاري أصبح معلما حضاريا عريق، إنه جامع الشيخ زايد الكبير. هذا الصرح الذي أصبح ببرامجه الإنسانية وفعالياته الرمضانية شاهدا آخر على نماذج العطاء الإماراتي. لا عجب في أن ترفع عبارة ضيوفنا الصائمون هنا في هذا الصرح البديع والمزين بالطرازات الإسلامية المتنوعة بدلا من عبارة خيام إفطار الصائم، فحامل اسم المسجد هو زايد الخير والكرم. هذا مشروع يقام سنويا عن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان نهيان طيب الله ثراه. نحن نستقبل يوميا كمعدل يومي ما يقارب من 22 إلى 25 ألف مفطر. طبعا في خلال فترة نهاية الأسبوع اللي هو الجمعة والسبت يرتفع العدد أكثر من 32 ألف مفطر. فبإثنى عشرة خيمة يفتح جامع الشيخ زايد الكبير أبوابه لتقديم موائد الإفطار بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي لا يشغلها سوى أن تسهل الساعات الأخيرة على الصائمين مع خدمات ترافقها الابتسامة والترحاب. ليست خيم الإفطار هذه وحدها ما يقدمها جامع الشيخ زايد الكبير لمرتاديه ومصليه، فهنالك المزيد من التسهيلات الأخرى كعربات النقل الكهربائية وسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة، بجانب ما يزخر به برنامجه الديني والمعروف باسم مصابيح رمضانية.
مشروع نستضيف فيه مشاهير الأئمة والقراء لإحياء صلاتي العشاء والتراويح وأيضا التهجد. طبعا يكون عندنا برنامج ثابت او جدول يومي طوال الشهر لمختلف هذه الامل نستضيفهم، نخصص لهم جدول معين، لكل امام له عدد معين من الايام. بالاضافه لذلك عندنا تقريبا محاضرات يوميه بعد صلاه التراويح بشكل يومي، محاضرين نستضيفهم من عن طريق الجامعه لالقاء هذه المحاضرات. ايضا بعض المحاضرات تكون من القاء اصحاب الفضيله العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدوله الله يحفظه. إذن بأجمل الأصوات لكبار الأئمة وبمنابر العلماء الذين جاءوا من كل بقاع الأرض ملبين دعوة إحياء ليالي الشهر الفضيل، وبكرم موائد الإفطار ينثر جامع الشيخ زايد على مصليه ومرتديه روحانيات إيمانية في مسجد أرساه زايد الخير والعطاء الذي جعل من الإمارات عاصمة العطاء الإنساني. فلله درك يا زايد الخير. فيه العجائب في بعض عبوات المشروبات الغازية المباعة في الأسواق بعض التفاصيل الخاصة بمحتويات التعبئة ونسب كميات السكر داخلها والتي قد يحتاجها المستهلك ولا يجدها على العبوة. مراسلتنا أمن السركال استعرضت هذا الموضوع وجاءتنا بالتقرير التالي. أن تعيش في غموض بشأن صحتك لهو أمر مربك للغاية، فحين مشاهدة الأفلام في صالات السينما كثيرا ما يفضل البعض شراء الوجبات الخفيفة والمشروبات الغازية التي عادة ما تعبأ في أكواب ورقية تتفاوت أحجامها. ولكن هل سألت نفسك يوما حول نسبة ما تحويه هذه المشروبات من السكر؟ خاصة وأنها لا تحوي على بيانات. العبوة 350 يكون ما يعادل 8 ملاعق سكر في العبوة، فطبعا كل ما زاد الحجم كل ما زادت المخاطر، يعني كل ما زاد تركيزها كل ما لها تأثير سلبي على المستهلك. هكذا هي نسب السموم البيضاء في هذه المشروبات التي يعتقد بعضنا أنه بأحجامها هم الرابحون، لكن هل يعون لمخاطرها؟ يعني مجرد ان انا ماخذ العبوه او المشروب الغازي ما افكر كيف انا اروي العطش، كيف انا اشرب البيبسي، وما اشوف نسبه السكر اللي موجوده فيه ابدا. الجهات المختصه تضع نوع من الرقابه على الاشياء، لان في النهايه اللي بيضر الاطفالنا يعني اكثر شيء، لان معتمدين على الاكلات السريعه هذه ويحطونها كمغريات، يعني اكواب كبيره وصغيره على اساس يشترونها، فاكيد اذا بيضروا يضروا لوش الاطفال. بس انا ما اعرف الكميه اللي تكون فيها، لان مثلا لو اشتري علبه من الدكان يكون مكتوب عليها كم ملعقه. قسم المشترين بين مطالب للبيانات وبين غير مكترث لها، حيث ما يهم البعض هو ارواء عطشهم، اما البعض الاخر فيعي مخاطر الاكثار منها. وهنا يبدو أن المطالبة بوضع تفاصيل وبيانات تعريفية على العبوة أمر مشروع، خاصة وأن هذه الكميات قد تصيب بأمراض صحية. لطالما عرف عن المشروبات الغازية مخاطرها العديدة، ولعل أحدها زيادة كمية السموم البيضاء فيها دون أن نعلم، فكيف لنا أن نعلم مقدار السكر فيها وهو غير مكتوب على عبواتها الورقية الأكثر تداولاً؟ لأخبار الدار أمن السركال الشارقة. خبرنا الأخير من أحوال الطقس، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس الأحد مغبرا وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويحتمل تشكل الضباب. ومن جهة أخرى هطلت أمطار الخير والرحمة على أماكن متفرقة من الدولة، حيث شهدت مناطق مزارع ووادي القحفي هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد مع جريان الأودية والشلالات، جعلها الله سقيا خير وبركة. ختام أخبار الدار، شكرا لطيب المتابعة، وإليكم التذكير الأخير بأبرز العناوين.
محمد بن راشد يترأس الاجتماع الأول لفريق عمل وكالة الإمارات للفضاء ومسبار المريخ الإماراتي. جميلة القاسم تثمن مبادرة حاكم الشارقة بكفالة جميع منتسبي مؤسسة التمكين الاجتماعي من الأبناء الأيتام. جمعية الشارقة الخيرية تقدم 5 ملايين درهم من زكاة البال لمستحقيها من إمارة الشارقة والمدن التابعة لها.